الماضية من فالنسيا لبرشلونة بمبلغ 20 مليون يورو. في تركيز كبير من جيريمي ماتيو في كورة تبعد أكثر من 15 متر عن مرمى مانو هيريرا، يسدد جول. ممتاز التنفيذ من جيريمي ماتيو، يزحها تحت العارضة في زاوية صعبة على مانو هيريرا. هدف ممتاز من المدافع جيريمي ماتيو في 21 دقيقة. جيريمي ماتيو أول هدف لي مع برشلونة هذا الموسم، بالرجلة اليسرى قوية مع الدقة تحت العارضة، يباغت مانو هيريرا ويمضي الهدف الأول وهدف الأسبقية لبرشلونة في دقيقة 21. ولو أنه حاول لكن الوصول كان متأخر من مانو هيريرا. نيمار يرصد في كرة وميسي قد يركن أغلى كرة، يمشي ليونيل على راس لويس سواريز والكرة بالهدف الأول. جولاسو دي لفس برشلونة. ماتيو يخطف الكرة، ماتيو يخطف الكرة، مش مصدق. اقرصوني خلينا نصدق، اقرصوني خلينا نصدق. يمشي ميسي يتغافلوا على الدفاع وضربة راس من أغلى المدافعين. 1-0 والريال متعودة دايما بهذه الكرات، لأنه 33% من أهداف الريال اللي قبلها في الليغا هذا السيزون كانت بكرات الراسية. أكثر فريق قبل وكل أهداف بالهد. مش ممكن راموس متأخر زوز مترو، مش ممكن بيبي مشى مع لويس وير ميسي. ميسي شوف الكرة، شوف الكرة على راسه، كافيار مقشر، كروفات مقشر. إناكي غاريدو يطلب الهدوء داخل منطقة الجزاء بين جوستافو كابرال، وكرة جول 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 جول. فعلا جيريمي ماتيو فعلا الفرنسي بنجومه الهجومية. برشلونة وجد الحل في الرأسية الدفاعية لنجم الكرة الفرنسية جيريمي ماتيو. برشلونة بكرة ثابتة يضمن الثلاث نقاط المضمونة. جيريمي ماتيو في القائم الثاني يحقق كل الأماني، كل الأماني. رائع، ممتاز الفرنسي. جبالو في الشباك، عداله في الزاوية 90. شاي كبير جيريمي ماتيو. هدف من أجمل أهداف لليغا الإسبانية. عنده ثقة في قدرة اللاعبين على تجاوز هذه المباراة دون الحاجة إلى البدلاء ربما في الدقائق القادمة. كرة راسية والتعادل، والتعادل للبارسا. ماتيو، ماتيو سجل لبرشلونة ضربة راسية رائعة للبارسا. راسية البرج الفرنسي، ماتيو يرتقي فوق الجميع ويسجل هدفا في توقيت رائع لبرشلونة، في توقيت رائع جدا لبرشلونة، لأنه في بداية شوط المباراة الثاني يسجل ماتيو أجمل ارتقاء وأجمل رأسية، وبعد ذلك هدف التعادل للبارسا عن طريق ماتيو. هدف التعادل يعيد البارسا، هدف التعادل بارتقاء ممتاز من جانب ماتيو، أجمل رأسية هنا من ماتيو.